نتائج الجولة الرابعة: شبيبة القبائل تتعادل مع أمل أربعة بهدف لمثله. خيم التعادل السلبي في مباراة وفاق ستيف ومولدية وهران. نفس النتيجة كانت في مباراة هلال شرق أم العيد وشبيبة الثورة. انتهى لقاء مولدية الجزائر وسريع غليزان بالتعادل السلبي من دون أهداف. نفس النتيجة في مباراة نصر حسين داي وجمعية شلف. شباب قسنطينة يفوز على ودية تلمسان بهدفين دون رد. أتلتيك بارادو يتجاوز نجم مغرب بثلاثية لهدف. شباب الوزداد يتغلب على أولمبي المدية بهدفين لهدف. اتحاد العاصمة يطيح بالمتصدر اتحاد بسكرة بثلاثية دون رد. يبقى اتحاد بسكرة في الصدارة رغم الخسارة. بارادو في الوصافة، مولدية الجزائر في المركز الثالث، شباب الثورة رابعا، اتحاد الجزائر يصعد إلى المركز الخامس، شباب قسنطينة المركز السادس، شباب الوزداد في المركز السابع، أولمبي المدية في المركز الثامن، وفاق ستيف في المركز التاسع، نصر حسين داي في المركز العاشر، شباب القبائل في المركز الحادي عشر، مولدية وهران في المركز الثاني عشر، سري غليزان في المركز الثالث عشر، وداد تلمسان في المركز الرابع عشر، جمعية شلاف في المركز الخامس عشر، هلال شرق أم العيد في المركز السادس عشر، قبل الأخير أمل أربعاء في المركز السابع عشر، وأخيرا نجم مغرب في المركز الأخير.